بيخافوا منه وطالبين البنيان. في ناس بيكسروا بيحرقوا. ده القصة وشنو يا جماعة؟ ده المواطنين، ده الوطنيين، ده اللي بيخدموا منه، بيخدموا أعداء السودان. وحماس كندا هو الرد لكل الخونة والمرتزقة والعملاء اللي قالوا الحكومة دي لأحد، وأنا الرئيس قبضوه والرئيس سجنوه، وأنا سأوقف معكم هنا. حتى نحن في الدولة لم نكن نعرف حقيقة، مثل كل الناس لم نفهم ما الذي حصل، حتى بدأت عمليات التخريب للمنشآت والقتل. ظهرت الأمور، سوريا اليوم تتعرض لمؤامرة كبيرة، خيوطها تمتد من دول بعيدة، دول قريبة، ولها بعض الخيوط داخل الوطن. تعتمد هذه المؤامرة في توقيتها وفي شكلها على ما يحصل في الدول العربية. يعني اليوم هناك صرعة جديدة هي ثورات بالنسبة لهم، نحن لا نقول، لا نسميها كذلك، هي ليست كذلك، هي حالة شعبية بمعظمها في تآمر على أمن وسلامة الجمهورية اليمنية. كذب ودجل وضحك على الدبون أن في هناك خلاف سياسي بيننا وبين القوى السياسية المعارضة. هؤلاء راكبين موجة ولا يعرفوا إلى فين سيذهب الوطن. مجرد مكايدة ومجرد كبرياء ومجرد عناد. معمر القذافي هو ليس رئيس وليس بالشخص العادي حتى نقتله بالسم أو نعمل ضده مظاهرة تسقطه. بدل ما تكونوا معانا تكونوا ضدنا. لمصلحة من؟ بالله لمصلحة من؟ قد تندمون يوما لا ينفع الندم. الذي بيته من الزجاج لا يرجم الناس بالحجارة. من أنتم؟ تحولت تلك التظاهرات من مظهر راق ومتحضر لممارسة حرية الرأي والتعبير إلى مواجهات مؤسفة تحركها وتهيمن عليها قوى سياسية سعت إلى التصعيد وصب الزيت على النار، واستهدفت أمن الوطن واستقراره بأعمال إثارة وتحريض وسلب ونهب. الأحداث التي جارية اليوم في بلادنا ما هيش بتاعنا، والتخريب مش من عادات التونسي، التونسي المتحضر، التونسي المتسامح. العنف مش بتاعنا ولا هو من سلوكنا، ولابد أن يتوقف التيار. ما بنقول في يوم واحد، لكن كل سنة إن شاء الله، كان الله مد في الأيام، نجيكم تاني.